السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. كما كتشوفوا معايا اليوم جبتكم فيديو جديد، نتمنى يعجبكم. إذا كنتوا أول مرة تشوفوا القناة، ما تنساوش تشتركوا في القناة وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. بما أننا في موسم الرمان، الرمان موجود في الأسواق، علاش ما نستغلوش ونوجدوا بها شي حاجة الفطور أو الكوتي للوليدات ديالنا، اللي هو كل واحد شنو كيسميه. انا يعني جاني بحال دبس الرمان او عسل الرمان، كاين اللي كيجي يقول له المربى او الكونفيتور ديال الرمان. المهم النتيجه كتكون مزيونه، كيجي غزال بزاف والمذاق ديالو كيجي حتى هو مزيون. نتمنى يعجبكم، جربوا الوصفه ما تخسروا والو. غادي ندوزوا المكونات وطريقه التحضير في نفس الوقت. عندي هنايا واحد الكميه ديال الرمان، عندي هنايا 4 زلايف ديال الرمان، عندي هنايا عصير حامضه، واذا كان الرمان ماشي حامض تقدروا تستعملوا 2 عصير حامضات او ليمون. عندي هنايا السكر سنيده لمقدار 2 زلافات ديال الرمان وواحد المقدار ديال السكر سنيده. في دابا غندوزوا لطريقه التحضير، تبعوا معايا الفيديو. ها هو دقه دقه كما هنايا غادي نضيف بحال اللي قلت لكم. عندي هنايا حصلت على 4 ديال الزلايف ديال الرمان، غادي نضيف 2 ديال السكر